وكل مرة بشرح فيها حاجة related للهارت بفتكر كتاب عندما التقيت عمر بن الخطاب اللي قائم على حوار خيالي ما بين الكاتب أدم الشرقاوي وسيدنا عمر. فالكاتب بيسأل سيدنا عمر وبيقول له: وكيف غاب عمن هو في مثل عقلك يا أمير المؤمنين أن يدرك الحق في أي الفريقين كان؟ وكيف لمثلك أن يصنع صنما من تمر يعبده أول النهار ويأكله آخر الليل؟ رد سيدنا عمر: يا بني، كان فينا عقل ولم تكن فينا هداية. إن العقل الذي لا تسدده الهداية فرس مجنونة تقود صاحبها ولا يقودها. وما سدنا الناس بعد ذلك بعقل أعملناه، ولكن بنور ألقاه الله في الصدور فصارت العقول مطايا لينة. وقد شهدت أناسا أعقل من عمر لم تعصمهم عقولهم من النار، وشهدت أناسا بسطاء قذف الله في قلوبهم نور الإيمان فصاروا قناديل يضيئون للناس الطريق. يعني العبرة بالقلب. وده اللي أكد عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب محل نظر الله فينا. القلب هو اللي هينجينا يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. يلا بينا نبدأ محاضرتنا عن القلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة، عاملين ايه؟ معاكم شروق رضا، امتياز طب بشري. جايين النهاردة نتكلم عن عنوانين أساسيين. أول عنوان الإلكتروكارديوجرام بين قوسين الإي سي جي، وتاني عنوان اللاف فايندينج ان هارت ديسيز. بس قبل ما نبدأ محاضرتنا نعمل فلاش باك كده على كام معلومة أساسية. احنا عارفين ان الكاردياك اكشن عبارة عن كونتراكشن وريلاكسيشن، ولكن ده الجزء الميكانيكال. يبقى الميكانيكال اكشن اوف ذا هارت كونتراكشن وريلاكسيشن. الكونتراكشن والريلاكسيشن ناتج عن عمليات فسيولوجية بتحصل في القلب، بتبدأ من الاس اي نوت، تخرج امبلس، تعمل اكتيفيشن للاتريوم رايت وليفت، فالاتريوم يحصل له كونتراكشن، والامبلس من الاس اي نود توصل للاي في نود، ثم للبند الاوفيس، ثم للرايت والليفت بند البرانش على الجنبين، ومنها للبركينجي فايبر عشان يحصل اكتيفيشن للفنتريكل ويحصل فنتريكولار كونتراكشن. يبقى انا دلوقتي عندي اتريال كونتراكشن فولود باي فنتريكولار كونتراكشن، واثناء الفنتريكولار كونتراكشن بيحصل اتريال ريلاكسيشن ثم فنتريكولار ريلاكسيشن. يبقى انا كده عندي كهربا بتمشي في الهارت كله عشان تعمل لي اكتيفيشن للهارت. كهربا بتمشي من فوق لتحت ويمين وشمال، فلذلك مادام كهربا بتمشي في اتجاهات كتير كده لازم يكون ليها محصله. محصله يعني ايه؟ يعني اكتر الكهربا اتجاهها فين، اكتر كهربه القلب اتجاهها داون وورد فورورد تو ذا ليفت. يبقى محصله اتجاه الكهربا في الهارت داون وورد فورورد تو ذا ليفت. يبقى لما اجي اقول لك ايه هو الكاردياك اكسس اوف ذا هارت، داون وورد فورورد تو ذا ليفت، داون وورد فورورد تو ذا ليفت. ليه داون وورد فورورد تو ذا ليفت؟ في اتجاه الليفت فينتريكل. احنا عارفين ان اكبر حجره من حجرات الهارت هو الليفت فينتريكل، اكبر ماسل بالك هو الليفت فينتريكل، فلذلك اتجاه اكبر مكان بيروح ليه كهربا هو الليفت فينتريكل. فاتجاه الكهرباء في الليفت فينتريكل هي يعتبر محصله الكهرباء في الهارت كله. يبقى الكاردياك اكسس اوف ذا هارت هو داون وورد فورورد تو ذا ليفت. اي تغيير بقى يحصل في الهارت هيغير من هيزود ماسلز بتاع مثلا الرايت فينتريكل او اي ماسل تانية في الهارت خلاف الليفت فينتريكل، كاردياك اكسس اوف ذا هارت هيتغير. اي تغيير هيحصل في الهارت هيغير وضعيه الهارت في الشيست، هيغير برضو الكاردياك اكسس اوف ذا هارت لان الليفت فينتريكل برضو مكانه هيتغير. تمام، ما ننساش المعلومة دي. نبدأ بقى محاضرتنا. أول جزء في محاضرتنا هو اللي بيتكلم عن الإلكتروكارديوجرام. إلكترو يعني كهربا، كارديو يعني هارت، جرام يعني رسم أو تصوير أو تسجيل. يبقى أنا كده عندي إلكترو كهربا، كارديو يعني قلب، جرام يعني تصوير أو تسجيل أو رسم. يبقى إلكتروكارديوجرام عبارة عن رسم أو تصوير أو تسجيل الإلكتريكال أكتيفيتي أوف ذا هارت. لما اجي اقول لك بقى التايبس اوف كاردياك اكشن، وهتقول لي نوعين: ميكانيكال بشوفه بعيني عباره عن كونتراكشن وريلاكسيشن بسبب الكتريكال اكتيفيتي جوه الهارت عباره عن ديبولاريزيشن وريبولاريزيشن.
يبقى دلوقتي تايبس اوف كاردياك اكشن ميكانيكال والكتريكال والكتريكال. ميكانيكال كونتراكشن وريلاكسيشن، والكتريكال ديبولاريزيشن وريبولاريزيشن. يدخل الجامعه حد ماسك صدره عنده شيست بين، بسرعه بسرعه عملوا له رسم قلب. يدخل على السرير تجري عليه الممرضه شد عربيه عليها جهاز اسمه الكتروكارديوجراف، والجهاز ده متوصل بوصلات، والوصلات دي بتوصل فيها الكترود بتثبتها على الشيست، وفيها ومشابك بتثبتها في ايديه ورجليه. ده المنظر ده بنشوفه كتير، والجهاز ده بيطلع لي ورقه عليها شويه ويفز كده. احنا جايين النهارده نعرف ازاي الممرضه هتحط الالكترود ده على الشيست وهتثبته في الايد والرجل، وايه هي الورقه اللي هتخرج ومكتوب فيها ايه وازاي نقراها. فبسم الله. دلوقتي عندي حاجات بتتثبت على الشيست وبتتركب في الايد والرجل. نخلص من الايد والرجل. اللي بيتركب في الايد والرجل ايه؟ اللي بيتركب في الايد اليمين ده كده يمين كده وده كده شمال. اللي بيتركب في الايد اليمين المشبك اللي لونه احمر، واللي بيتركب في الرجل اليمين المشبك اللي لونه اسمر، واللي بيتركب في الايد الشمال المشبك اللي لونه اصفر، واللي بيتركب في الرجل الشمال المشبك اللي لونه اخضر. فالتمريض بيحفظها ازاي؟ يمين نار وطفيناها، مش النار لونها احمر ولما بتتطفى بتخلي الحاجه اللي هي حرقتها لونها اسمر يبقى نار وطفيناها، اما شمال صحراء وخضرناها اللي هو اللون الاصفر يعني لون الرمال بتاع الصحراء، ولما بنخضرها ونزرعها بيبقى لونها اخضر فالمشبك الاخضر يعني. فدلوقتي الحاجات اللي بتتركب في الايد والرجل نار وطفيناها يمين، صحراء وخضرناها شمال. كده احنا خلصنا ايه؟ الليم بليد او الليم بالكترود، المشابك اللي بتتعلق في الايد والرجل. ندخل بقى على الشيست. في الشيست عندي 6، انا في الليمب عندي 4 اللي هو يمين وشمال في الايد ويمين وشمال في الرجل. في الشيست عندي 4 تمام. اماكنهم فين؟ ما بيتحطوش في اماكن عشوائيه، بيتحطوا في اماكن محدده عشان تكشف لي الهارت من جميع الزوايا. اول حاجه في واحد. في واحد ده بيتركب فين؟ بيجي التمريض يعد ادي الريب الاول التاني التالت الرابع، تحت الرب الرابع على طول في سبيس اسمه ايه؟ باسم الرب اللي فوق. الرب اللي فوق الرابع يبقى السبيس، السبيس الرابع يبقى في الفورس انت الكوستال سبيس بس جهة اليمين. يبقى في واحد، في واحد هيتحط في الرايت فورس انتركوستال سبيس جنب الاسترنم على طول بارا استرنم. طب في اتنين، في اتنين هيتحط زي مكان زي في واحد بالظبط بس جهة الشمال. يعني ايه؟ يعني في الفورس انتركوستال سبيس بارا سترنم بس جهة الليفت تمام. طيب هنسيب في تلاتة ده مؤقتا وندخل في في اربعة وخمسة وستة. في اربعة وخمسة وستة بيتحطوا على نفس اللاين ولكن في اماكن مختلفة. يعني ايه؟ يعني في اربعة هيجي التمريض يشوف الكلافيكل ويجي في نصها وينزل عند الفيفث انتركوستال سبيس ويحط الالكترود. يبقى في أربعة هيتحط في الفيف في الليفت فيفث انتركوستال سبيس عند الميد كلافيكولار لاين. الليفت فيفث انتركوستال سبيس عند الميد كلافيكولار لاين. في خمسة وستة برضو في الفيفث انتركوستال سبيس ولكن في خمسة هيبقى عند الانتيريور اكزيلاري لاين، وفي ستة عند الميد اكزيلاري لاين تمام. نقول تاني، في واحد في الفورس انتركوستال سبيس جهة اليمين بارا ستيرنم، في اتنين في الفيف في الفورس انتركوستال سبيس جهة الليفت، في اربعة وخمسة وستة بيتحطوا على نفس اللاين ولكن في في اربعة في الفيف انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار، وفي خمسة برضو في الفيف انتركوستال سبيس بس في الانتيريور اكزيلاري لاين، وفي ستة في الفيف انتركوستال سبيس ميد اكزيلاري لاين. طب في تلاتة اللي احنا نسيناه ده، في تلاتة هيتحط ما بين في اتنين وفي وفي اربعة. يبقى في تلاتة هيتحط ما بين في اتنين وفي اربعة. يبقى دلوقتي يا ولاد احنا خلصنا الليمب الكترود او الليمب ليد اللي هو نار وطفيناها يمين صحراء وخضرناها شمال. كده اربعة اهو، اربعة اقطاب بيتحطوا، وعشست ليه بنحط ستة، واحد واتنين زي بعض بس واحد فيهم يمين والتاني شمال في الفورس انتركوستال سبيس بارسترنم. أربعة وخمسة وستة على نفس الخط العرضي بس واحد في الفورس انتركوستال سبيس بس واحد في الميد اكزيلاري في الميد كلافيكولار والتاني في الانتيريور اكزيلاري، وفي ستة في الميد اكزيلاري لاين.
تمام، وفي 3 اللي احنا نسيناه بنحطه، ما بيزيد 2 وفي 4، تمام كده. تمام، عايزه اقول بس معلومه، معلومه بتقول ايه، ان الالكترود اللي بتتحط في الايدين الاثنين يمين وشمال والرجل الشمال، دول اللي مهمين اللي هيصوروا لي القلب، انما اللي بيتحط في الرجل اليمين ده الكترود ارضي، يعني ما بيسجلش كهرباء ولكن بيقفل الدايره الكهربائيه في الجهاز. تمام، كده احنا خلصنا الاي سي جي الكترود، سواء اللي على الشيس او سواء اللي في الايد، عشان ايه؟ علشان اقدر اصور الهارت في اتجاهين، كورونال بلين وهوريزونتال بلين، ما هو الهارت ده مجسم حاجه ثلاثيه الابعاد، فانا عايز اصور الهوريزونتال بلين بتاعها والكورونال بلين بتاعها، فاللم الالكترود اللي انا حطاها دي هتصور لي الهارت في كورونال بلين، انما اللي على الشيست دي بتصور الهارت في هوريزونتال بلين. يبقى لما اجي اقول لك ايه هي الاي سي جي، الاي سي جي ليدز هي زوايا تصوير القلب، هي الزوايا اللي انا هصور القلب فيها. عندي ليمب ليد وشيست ليد، خلصنا الشيست ليد من V1 لV6، والليمب ليد قلنا عندي ليد واحد، ليمب ليد واحد وليد اتنين وليد تلاتة، وده الاقطاب اللي احنا اصلا حاطينها في الايدين الاتنين والرجل الشمال. ولكن جه عالم اسمه ويلسون قال ان انت الليمب ليد اللي انت حطيتها دي، اللي هي عملت لي ليد واحد وليد اتنين وليد تلاتة، دول صوروا لي القلب فعلا في كورونال بلين، ولكن تصويرهم غير كافي. غير كافي يعني ايه؟ يعني مازال في الكورونال بلين بتاع الهارت في اماكن ما اتصورتش، ما تسجلتش الكهرباء بتاعتها، فهو عمل كده شويه تعديلات جوه جهاز الاي سي جي بحيث يقدر يصور الهارت في الثلاث اماكن التانيين دول. طب ايه هما الثلاث اماكن التانيين دول؟ اي في ال، اي في اف، عايز يصور الهارت من عند الاي في ال كده جهه الشمال من الحته دي، وفي الانفيريور وور من الحته دي عند الاي في اف، واي في ار من جهه وفي الحته الرايت دي. ولكن هما كلهم سواء ليد واحد او ليد اتنين او ليد تلات او اي في ال او اي في اف او اي في ار، الستة دول يعتبر ليمب ليد. يبقى لما اجي اقول لك ايه هي الليمب ليد، الليمب ليد هي ليد واحد واتنين وتلاتة، والتلاتة اللي جابهم ويلسون، اي في ال، اي في ار، اي في اف، اللي هما ستة يعني، ستة. طيب الشيست ليد ست، الستة اللي انت عارفه اللي اتحطوا على الهارت من اول في واحد لفي اتنين ولفوا على الهارت كده يمين، من اول من اليمين للشمال، في واحد في اتنين في تلاتة في اربعة في خمسة في ستة. يبقى دلوقتي الاي سي جي ليدز زوايا تصوير القلب 12 جهة، ستة كرونال بلين وستة هوريزونتال بلين، ستة الكرونال بلين ليد واحد وليد اتنين وليد تلاتة، واي في ال، اي في اف، اي في ار. وليه سموها ايه، ما سموهاش بقى ليد تلاتة واربعة، ليد خمسة وستة وسبعة، ليه ما سموهاش كده؟ ما سموهاش كده لان التعديلات اللي عملها ويلسون في الجهاز الكهرباء اللي خارجة من الاماكن دي ضعيفة، فهو عمل حاجه في الجهاز تعمل اوجمنتيشن للفولتج بتاع الاماكن دي، عشان كده اسمها اي في اوجمنتد فولتج للكهرباء اللي جايه من الليفت، من الليفت سايد فاسمها اي في ال، او من الانفيريور وور فاسمها اي في اف، او من الرايت فاسمها اي في ار. تمام، والشيست ليد اللي انتوا عارفينها. تمام، عايزاكم تلاحظوا حاجه، احنا قايلين ان الكاردياك اكسس داون وورد فورورد تو ذا ليفت، اهو تحسوا هو نفس اتجاه ليد اتنين، يبقى الكاردياك، يبقى ليد اتنين ماشي مع الكاردياك اكسس، ماشي مع بعض اهو، ولكن مفيش تيبيكاليتي في اي، مفيش رقم شارب في اي حاجه في الطب، مش في اي حاجه يعني، يعني في اغلب الحاجات لازم يبقى في رينج كده للتغيرات. فالرينج المقبول للكاردياك اكسس اوف ذا هارت بحيث يبقى برضو داون وورد فورورد تو ذا ليفت، يبقى في الجزئيه دي كده من اول ليد واحد لحد اي في اف، ليد واحد ده عند زاويه زيرو واي في اف ده عند زاويه 90 اصلا، فمقبول التغير في الكاردياك اكسس من الزاويه زيرو للزاويه 90، يعني من اول ليد واحد لحد اي في اف. فلذلك لما اجي عايز اشوف الكاردياك اكسس اوف ذا هارت ده نورمال ولا حصل ليفت اكسس ديفيشن ولا رايت اكسس ديفيشن، ببص على مين؟ ببص على ليد اتنين، ليد واحد واي في اف، ليد واحد واي في اف، عشان ده الرينج بيبقى ما بينهم. تمام، معلومه بقى تاني، دلوقتي لو بصيت على الرسمه هتلاقي ان ليد اتنين وليد تلاتة وما بينهم اي في اف باصين على الهارت من الانفيريور وول، و اي في ال وليد واحد باصين على الهارت من اللاترال وول، من اللاترال وول باصين على الهارت من اللاترال وول.
تمام. نبص تاني، ليد اتنين وليد تلاتة وبينهم اي في اف كاشفين الهارد في الانفيريور وول، اي في ال وليد واحد كاشفين الهارد من اللاترال وول، بس اللاترال وول هاي لاترال، هاي لاترال. طيب باقي الوولز والسبتم بتاع الهارد مين كاشفهم؟ كاشفهم الشيست ليد. تعالوا نشوف. بس قبل ما نشوف هنركز مع بعض سريعا كده. انا عندي ليد واحد عند زاوية زيرو، تمام، و ثواني، ليد واحد هنا عند زاوية زيرو، وليد اتنين ماشي مع الكاردياك اكسس اهو، وليد تلاتة هنا كده. احنا دلوقتي بنتكلم في الليمب ليد، وجه عالم اسمه ويلسون قال ان في اماكن في الهارت محتاجين نشوفها. ففي هنا اي في ال من الليفت سايد، اي في اف عشان نشوف الانفيريور وول، اي في ار عكس اتجاه الكاردياك اكسس خالص عشان نشوف الرايت سايد كده. فكده الشيست ليدز، وده ترتيبهم، لازم تحفظوا اماكن الزوايا دي. وقلنا ان ده كده هيكشف لي الانفيريور وول، ودول كده هيكشفوا لي الهاي لاترال وول بتاع الهارت. قلنا ان في ليد واحد واي في اف بشوف فيهم مدى التغيرات اللي حصلت في الكاردياك اكسس، تمام. تعالوا نكمل بقى، احفظوا المعلومه دي، تعالوا نكمل باقي الوولز بتاع الهارت. انا دلوقتي التمريض عمل اي سي جي للبيشنت، وجهاز الجهاز خرج ورقه. اولا الجهاز ده موجود فيه جلفانوميتر، في ابره سخنه بتتحرك على ورقه ترسم بياني، ترسم شويه موجات، تمام. ابره سخنه بتتحرك على ورقه بترسم شويه موجات، ده داخل الجهاز احنا مش شايفين، احنا اللي بيطلع لنا في الاخر ورقه شبه دي بالظبط، تمام، فيها شويه ويفز كده وشويه ارقام. تعالوا نشوف الحاجات اللي احنا عارفينها فيه. الحاجات اللي احنا عارفينها فيها ان انا عندي ليمب ليد اللي هي ليد واحد وليد اتنين وليد تلاتة واي في ار اي في ال اي في اف، وعندي شيست ليد الستة اللي انا عارفاهم من في واحد لفي ستة. اذا الاي سي جي بيبر فيها كام ليد؟ فيها 12 ليد، ستة ليمب وستة شيست. تعالوا نكشف الول بقى. عندي الاي في الليد اتنين وليد تلاتة واي في اف بيشوفوا الهارت من انفيريور وول، المعلومة دي عمالين نكررها تاني. ولد واحد ولد واحد واي في ال بيشوفوا اللاترال وول اوف ذا هارت في الهاي لاترال. طب كده انا عايزه اكمل بقى اللاترال وول اوف ذا هارت اللي هو اللو بقى، اللو لاترال، هشوفه بفي خمسة وفي ستة. يبقى اللاترال وول بتاع الهارت هشوف بفي واحد باي في ال ولد واحد الهاي لاترال، وفي خمسة وستة اللو لاترال. في واحد واتنين هيشوفوا مين؟ هشوف السبتم بتاع الهارت، في واحد واتنين هشوف بيهم السبتم، في تلاتة واربعة هشوف بيه الانتيرير وول. كده هتقولوا طب في البوستيرير وول مين بيشوفه؟ البوستيرير وول بشوفه من خلال تغيرات معينة بتحصل في الانفيريور وول، فكده بتكشف لي البوستيرير وول اللي حصل فيه. يبقى دلوقتي الاي سي جي بيبر اللي هيخرجها لي الجهاز فيها 12 ليد، ستة ليمب ليد وستة شيست ليد، بيكشفوا الهارت من الانفيريور وول واللاترال وول والسبتم والانتيريور وول بشكل مباشر. ليد 2 و3 واي في اف بشوف بيهم الانفيريور وول، ليد 1 واي في ال بشوف بيه الهاي لاترال، بي 5 و6 لو لاترال، بي 1 و2 سبتم، بي 3 و4 انتيريور وول، تمام. نكرر تاني، ليد 2 و3 واي في اف انفيريور وول، ليد واحد واي في ال هاي لاترال، في خمسة وستة لو لاترال، في واحد واتنين سبتم، تلاتة واربعة انتيريور وول. انا شفت دلوقتي اي سي جي وعايز اعمل عليه كومنت. عشان اعمل كومنت على الاي سي جي لازم اعمل كومنت على الانترفال الموجود والويفز اللي موجودة والسجن، طبعا مش عارفين الحاجات دي هنقولها، ولازم اعلق على الريت والريزم والاكسس وكمان الدياجنوزس، وكده هنبقى خلصنا من جزء الاي سي جي خالص. فيلا نبدا باول حاجه الانترفال والويفز والسيجمنت، وبعدين هناخد في سلايد الريت والريزم، وسلايد ثالثه الاكسس، وسلايدات رابعه الدياجنوزس لبعض الابنورماليتيز في الاي سي جي. يلا ناخد النورمال ويفز، النورمال اي سي جي عشان نعرف الابنورمال ايه.
انا عندي 3 موجات اساسيين، بي ويف، كيو ار اس كومبلكس، بنعتبرها لوكشة، ناخدها لوكشة واحدة. تي ويف يبقى الويفز اللي موجودة ايه؟ بي ويف، كيو ار اس، تي ويف، بي ويف، كيو ار اس، تي ويف. البي ويف بتساوي ايه؟ بتساوي الاتريال كونتراكشن، اللي هي يعني بشكل الكتريكال، اللي هي الاتريال دي بولاريزيشن. الكيو ار اس كومبلكس بتساوي الفنتريكولار كونتراكشن، اللي هي بشكل الكتريكال، اللي هي الفنتريكولار دي بولاريزيشن. التي ويف بتساوي الفنتريكولار ريلاكسيشن، اللي هي الكتريكال الفنتريكولار ريبولاريزيشن. الله، طب ما هو كده ناقص الاتريال ريبولاريزيشن، فين الويف اللي بتمثله؟ الاتريال ريبولاريزيشن او الاتريال ريلاكسيشن حصل وقت لما كان الفنتريكل بيكونتراكت وقت الفنتريكولار دي بولاريزيشن، فحصل له ماسكينج، ان الحدث الاعظم اللي بيحصل كونتراكشن بتاع الفنتريكل، مش هروح اركز مع الاتريال. فبالتالي لما تيجي تتسال فين الويف بتاع الاتريال، الاتريال ريلاكسيشن او ريبولاريزيشن، مش موجود لانه حصل له ماسكينج بالكيو ار اس كومبلكس. كده احنا خلصنا اول حاجه الويفز، اول حاجه في النورمال اي سي جي الويفز. تاني حاجه السيجمنت، ناخدها الاول. السيجمنت عندي بي ار سيجمنت واس تي سيجمنت، يبقى السيجمنت عندي مين؟ بي ار سيجمنت واس تي سيجمنت، وهنا بركز لكم على الاس تي سيجمنت، بس احنا نقول الاثنين. البي السيجمنت هي الفتره اللي ما بيحصلش فيها اي ويف، السيجمنت هو الفتره اللي مش هيحصل فيها اي ويف. يعني البي ار سيجمنت هو الافي نود الديلي، مش احنا قلنا الاس اي نود بتوصل للافي نود وفي ديلي بيحصل عند الافي نود، فالافي نود الديلي بيريبريزنتد بايه؟ بالبي ار سيجمنت. يبقى السيجمنت معلومه اساسيه، السيجمنت هي فقره ما بيحصلش فيها اي ويف، فكده البي ار سيجمنت، وبتبقى من نهايه ويف لبدايه ويف تاني. فالبي ار سيجمنت بي يبقى هي تبقى من نهايه البي ويف لبدايه الكيو ار اس كومبلكس، والاس تي من نهايه لبدايه، من نهايه ويف لبدايه ويف، من نهايه الكيو ار الاس تي سيجمنت من نهايه الكيو ار اس كومبلكس لبدايه التي ويف، من نهايه الكيو ار اس لبدايه التي. يبقى السيجمنت هي الفتره اللي ما فيهاش اي ويف، بتبقى من نهايه ويف لبدايه ويف، وعندي 2 سيجمنت، بي ار سيجمنت واس تي سيجمنت. تمام. ناخد النقطه اللي بعدها، الانترفال. الانترفال هي ما بين الويفز والسيجمنت، هي شامل يعني هي جمع حاجات من الويف وجمع حاجات من السيجمنت. الانترفال هي فقره بيكون فيها ويف وسيجمنت اتنين مع بعض. في ايه الانترفال اللي عندي؟ عندي بي ار انترفال وكيو تي انترفال، بي ار انترفال وكيو تي انترفال. بي ار انترفال احنا قلنا بتكون الانترفال هي حاجه فيها ويف وسيجمنت مع بعض، فالبي ار انترفال فيها البي ويف والبي ار سيجمنت، فيها البي ويف والبي ار سيجمنت. تمام. بتمثل ايه؟ بتمثل الاي في نودال كوندكشن، بتمثل الاي في نودال كوندكشن. يبقى البي ار انترفال بتمثل الاي في نودال كوندكشن، فالويف اللي موجوده فيها وايه السيجمنت اللي موجوده فيها؟ الويف اللي موجوده فيها بي ويف، السيجمنت اللي موجوده فيها بي ار سيجمنت. طيب الكيو تي انترفال بقى، كيو تي انترفال قلنا اي انترفال لازم يكون فيها سيجمنت وويف. الكيو تي انترفال موجود فيها 2 ويف، الكيو ار اس كومبلكس والتي ويف هي كمان، والسيجمنت الاس تي سيجمنت. يبقى الكيو تي انترفال فيها 2 ويف، كيو ار اس كومبلكس وتي ويف، وما بينهم الاس تي سيجمنت. وتمثل ايه؟ كيو تي انترفال بتمثل كل احداث الفنتريكل من كونتراكشن وريلاكسيشن، يعني دي بولاريزيشن وريبولاريزيشن يعني. يبقى الكيو تي انترفال بتمثل كل احداث الفنتريكل، شامله 2 ويف كيو ار اس كومبلكس وتي ويف، وما بينهم اس تي سيجمنت. في نقطه عشان ما ننساهاش، وهنحتاج حاجه اسمها الجي بوينت، موجوده هنا. الجي بوينت دي هي البوينت اللي في نهايه الكيو ار اس وبدايه الاس تي سيجمنت، اسمها جي بوينت. بحتاج اعرفها لاني بحتاج اشوف هي مرفوعه عن البيز لاين ولا اقل من البيز لاين. البيز لاين ده فهي بتفرق معايا ان انا اعرف فين مكانها عشان اعرف هي كده elevated ولا depressed.
كده احنا خلصنا ايه النورمال اي سي جي، عرفت الويفز بتاعته سواء البي ويف والكيو ار اس كومبلكس والتي ويف، كل واحده بتريبريزنت ايه، وعرفت السيجمنت اللي موجود بي ار سيجمنت والاس تي سيجمنت، وعرفت الانترفال اللي موجود، وقلنا الانترفال بيكون فيها ويفز وسيجمنت مع بعض. كل حاجه من الحاجات دي سواء الويف او الانترفال او السيجمنت ليهم امبليتيود معين لازم اكون حافظه، وتايم معين لازم اكون حافظه، ولكن هو مش معلقش ليكم فيها في الكتاب. بس المعلومه اللي احب ان انتوا تعرفوها ان الكيو ار اس كومبلكس مدته 2.5 مللي سكند، ما تزيدش عن كده، نورمال 2.5، نورمال 2.5. تمام كده احنا خلصنا الويفز والسيجمنت والانترفل، ندخل على الريت والريزم، هناخدهم سوا دلوقت. بس قبل الريت والريزم هنقول حاجة، ورقة الاي سي جي اللي طلعت لي دي عبارة هي عن مربعات، استنى، مش عارفة نش مربعات، رسم بياني كده ماشي، مربعات متساوية، دي واحد اتنين تلاتة، ايه مربعات 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 مربعات، جوه المربعات المربعات الصغيرة دي بعتبره مربع كبير، يعني اللي احنا شايفينه ده واللي انا بحط فيه نقطة ده مربع كبير، لما بنعمل عليه فوكس ونشوفه بنلاقي جواه مربعات صغيرة. احنا دلوقتي هنعمل عليه فوكس ونشوفه، نشوف كل مربع كبير الامبليتيود بتاعه قد ايه والتايم بتاعه قد ايه، وكل مربع صغير الامبليتيود بتاعه قد ايه والتايم بتاعه قد ايه. اهو خدنا مربع، خدنا مربع وكبرناه، لقينا فيه 5 مربعات صغيرين بالعرض و5 مربعات بالطول. انا دلوقتي عايزه اشوف بيقول لك ايه، ان كل مربع كبير يعني ده كده لوحده، كل مربع كبير ده كده مربع كبير اهو، انا خدته وكبرته، كل مربع كبير هو 2.1 سكند، كل مربع كبير 2.1 سكند، بناء عليه ال5 مربعات دي 1 2 3 4 5، 5 مربعات يبقى ال5 في 2 من 10 يطلع لي ثانية. تمام، يبقى ال5 مربعات كبار بثانية، وبرضه بناء عليه لما يكون المربع الكبير 2 من 10 ثانية، المربع الكبير يبقى المربع الصغير اللي جواه قد ايه، هقسم على 5، مش جوه المربع الكبير 5 مربعات صغيرين، يبقى اقسم 2 من 10 على 5 تطلع 4 من 100 سكند. يبقى انت تحفظ رقم واحد والباقي تعرف تجيبه، يعني احفظ اللارج بوكس ب2 من 10 سكند، فبالتالي 5 لارج بوكس هيطلع لي يعمل لي ثانية، والسمول بوكس جوه اللارج بوكس لوحده 2 من 10 على 5 فيها 4 من 100 ثانية. ده بالنسبة للتايم. طيب بالنسبة للامبليتيود، بالنسبة للامبليتيود المربعين الكبار عبارة عن 1 ملي فولت، وده الريفرنس بتاعنا اصلا، مربعين كبار 1 ملي فولت، حتى تلاقوا الريفرنس ده دايما موجود في بداية الاي سي جي. بص الريفرنس اهو يا ولاد، اهو هي مقصوصة، بس ده الريفرنس لازم يكون في البداية عشان ابقى عارف الجهاز متظبط على ريفرنس مربعين. مثلا بيكون حد عنده فينتريكولار اللارجمنت كبير قوي، فالويفز دي خلاص هتخرج وتخرج من الورقة، فانا كده مش هعرف اشوف، فبخلي الريفرنس ده اصغر شوية ماشي، بحيث يقلل لي عدد عدد المربعات اللي هتظهر فيها الويفز دي عشان اشوفها كلها، ما تدخلوش نفسكم في تفاصيل. المهم يعني ده الريفرنس. عاوز اقول معلومه سريعه كده ما عرفتهاش غير وانا كبيره، وكانت يعني لو كنا عرفناها واحنا صغيرين كانت تفرق معايا خالص، معانا كلنا يعني. الكيو ار اس كومبلكس ليها طريقه معينه في القرايه. احنا عارفين الويفز بتاع الهارت اللي هي البي ويف والكيو ار اس كومبلكس والتي ويف، تمام. الكيو ار اس كومبلكس دي ليها قراءه معينه، مش دايما الكومبلكس ده بيجي بالشكل ده على طول، كيو ار اس كده مش دايما، ممكن يبقى كيو لوحده، ممكن يبقى ار لوحده، ممكن يبقى اس لوحده، ممكن يبقى ار اس، ممكن يبقى كيو ار، ممكن يبقى كيو اس، ممكن يبقى اي حاجه، يعني هو كومبلكس باكج كده على بعضه، مش لازم كل الثلاث موجودين يبقوا موجودين فيه. ولكن بقى انا اقول لكم ازاي تقروه، ازاي نقروه. اول حاجه الكيو ويف، تعالوا نرسم اللي احنا عارفينه العادي. الكيو ويف هي اول نيجاتيف ويف بتقابلك في الكومبلكس، الكيو ويف
اول نيجاتيف ويف بتقابلك في الكومبلكس؟ الار هي اول بوزيتيف ويف بتقابلك في الكومبلكس. الاس هي اول نيجاتيف ويف بتقابلك بعد الار، بعد الار. طب الار داش هي اول بوزيتيف ويف بتقابلك بعد الاس. نقول تاني، الكي ويف اول نيجاتيف ويف في الكومبلكس، الار ويف اول بوزيتيف ويف في الكومبلكس، الاس اول نيجاتيف ويف بعد الار. اس اول نيجاتيف بعد الار. طب الار داش اول نيج اول بوزيتيف بعد الاس، ار والاس اهو، الاس الاس اول نيجاتيف بعد الار، الار داش اول بوزيتيف بعد الاس، الكيو اول نيجاتيف في الكومبلكس، الار اول بوزيتيف في الكومبلكس. تمام، اكتب لكم شويه كومبلكسات كده وتسموها. بسم الله، ده كومبلكس موجود فيه كده بس، يبقى ده اسمه ايه؟ ده كده ده كومبلكس اول بوزيتيف ويف في الكومبلكس اسمها ار، يبقى ده ار بس، ار. يبقى الكومبلكس كله هو عباره عن ار ويف. طيب كده اول نيجاتيف ويف في الكومبلكس كيو. طيب ده نصعب بقى شويه، اول بوزيتيف ويف هي الار، واول نيجاتيف واول نيجاتيف ويف بعد الار اس، يبقى ده ار اس كومبلكس. طيب كده اول نيجاتيف ويف كيو، واول بوزيتيف واول بوزيتيف ويف ار. تمام، طيب كده اول نيجاتيف ويف كيو، واول بوزيتيف ويف ار، واول نيجاتيف بعد البوزيتيف ار تبقى الاس، يبقى ده كيو ار اس كومبلكس. طيب ده اول بوزيتيف ويف ار، واول نيجاتيف ويف بعد الار اس، واول بوزيتيف ويف بعد الاس ار داش. الكومبلكس ده اسمه ار اس ار داش. كده احنا خلصنا ايه؟ ازاي نقرا الكيو ار اس كومبلكس. كيو ويف اول نيجاتيف ويف بعد في الكومبلكس، ار اول بوزيتيف ويف في الكومبلكس، اس اول نيجاتيف ويف في الكومبلكس بعد الار، ار داش اول بوزيتيف بعد الاس. تمام. ايه مهم اعرفها؟ مهم اعرفها علشان دايما البي ويف هي البي ويف هي الاتريال كونتراكشن، والكيو ار اس كومبلكس فينتريكولار كونتراكشن، والتي ويف فينتريكولار ريلاكسيشن او ريبولاريزيشن، معروفين ثابتين. الكومبلكس بقى ليه بقول عليه كومبلكس؟ مش بفصله، مش بقول كيو لوحدها ار لوحدها اس. ليه بنعمل كده؟ علشان الكومبلكس ده قرايته بتختلف، كون ان قرايته بتختلف يبقى الحروف نفسها هتختلف. بمعنى هقول لكم، في الكيو ار اس كومبلكس ده، كيو ار اس كومبلكس ده الكيو هنا، كيو هنا معناها السبتال كونتراكشن، والار هي الفري وول كونتراكشن. انما هنا الار هنا هي السبتال كونتراكشن، يعني اهي ده حرف الار وده حرف الار، لكن الار هنا كان فري وول والار هنا كان سبتم. لما نيجي نشوف ليد اتنين واي في اور، تمام، ليد اتنين في كيو ار اس كومبلكس اللي هو شكله كده، واي في اور في ال كده الشكل ده، ار ار اس ار ديش، ار اس ار ديش. تمام، يبقى هنا كيو ار اس كومبلكس، وهنا ار اس ار داش. هنا الكيو سبتال كونتراكشن، والفري وول الار، هنا سبتم وهنا فري وول. انما هنا الار الاولى دي سبتال والاس فري وول، رغم ان الحرف واحد
إلى أن السبب مختلف لما الليد اختلفت. فلذلك قراءة الكومبليكس مهمة جدا عشان أعرف دي بتاعت إيه. ما هي الار الاولى، الار الاولى هنا في الاي في ار سبتال كونتراكشن، ان اول حاجه هيحصل لها كونتراكشن اكيد مش الفري وول، اكيد السبتم، ولكن خد حرف الار لان الار هي اول بوزيتيف ويف تقابلني في الكومبلكس، وهنا الكي ويف اول ويف قابلتني، واول نيجاتيف ويف يعني اسمها كيو فاختلفت. وكمان التسميه دي هتفرق معاكم في البنش، في البندل برانش بلوك، ازاي تعرفوه وازاي تقرؤوه برضو. فلو ما كيو ار اس كومبلكس قراءتها ما ظبطتش عيدها تاني، ولكن انا هسمعها لك. كيو ويف اول نيجاتيف ويف بتقابلني في الكومبلكس ار، اول بوزيتيف ويف بتقابلني في الكومبلكس اس، اول نيجاتيف ويف بتقابلني بعد الار، ار داش اول بوزيتيف ويف بتقابلني بعد الاس. كده احنا خلصنا ايه؟ خلصنا الانترفال والووف والويفز والسيجمنت، وخدنا ازاي نقرا الكيو ار اس كومبلكس. ماشي، ناخد بقى الريت والريزم مع بعض في سلايد، وناخد الاكسس لوحدها في سلايد منفصله، والدايجنوزس لبعض الابنورماليتيز في سلايدات تانية. الريت والريزم، الريزم والريت. الريزم الاجابه عنه بتكون يا ريجولر يا ريجولر جمله، يبقى الريزم الريزم كده الاجابه عنه بتكون كلمه يا ريجولر يا ريجولر. تمام، الريزم، الريزم يا ريجولر يا irregular كلمة. الريت بتكون الإجابة عنه رقم. طيب ليه حطيتهم مع بعض في نفس الجدول؟ لأن الريت هحسبه بناء على الريزم، يعني الريزم الـ irregular الريت بتاعه ليه حسبة مستقلة عن الريت، عن حسبة الريت في regular ريزم. طيب بحسب الريزم ازاي؟ الريزم بحسبه يا اما من الـ R to R يا اما S to S. يعني ايه R to R او S S؟ S to S هنشوفها دلوقتي. لو المسافة ما بين الـ R والـ R في الليدز متساوية يونيفورم، يبقى ده هقول عليه الريجولار ريس. لو المسافة ما بين الار تو ار او الاس تو اس مش متساوية يعني فاريبل، فده اذا هو الريجولار ريس. يبقى الريزم الاجابة عنه بتكون ايه؟ يا ريجولار يا الريجولار. انما الريت الاجابة عنه بتكون رقم، والرقم ده بحسبه ازاي؟ بناء على الريزم، لو هو ريجولار فليه حسبة، ولو هو الريجولار فليه حسبة. تعالوا نشوف الريزم الاول ازاي اعرف ان هو يونيفورم او يعني ريجولار ريزم ولا الريجولار ريزم. نحسب بقى كده ال R to R، تعالوا كده نعد كام مربع بينهم، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، اربع مربعات هنا، وهنا برضو واحد اتنين تلاتة اربعة، هنا اربع مربعات، اربع مربعات، وهنا برضو اربعة، وهنا اربعة، وهنا اربعة. يبقى كده ال R to R، ال R to R كام؟ اربعة. ال R to R uniform تمام، او ال S to S انا كده، انا كده في ليد واحد بشوف هي R to R تمام. فكده الريزم هنا ريجولار. ليه ريجولار ريزم؟ لان ال R to R is uniform، ال R to R is uniform اذا ده ريجولار ريزم. تعالوا نشوف ايه الريجولار. هنا ال R to R هنا كام؟ ادي هنا مربعين ونص، وهنا مربعين وحتة، وهنا مربع ونص، وهنا تلات مربعات، وهنا تلات مربعين، وهنا مربعين ونص. شوفوا ال R to R is irregular تمام. ده من R to R يعني variable، يبقى ده irregular risk. كده انا خدت الريزم قلنا الاجابة عنه بتكون regular يا irregular. regular في حالة R to R uniform، irregular لما يكون R to R variable. طب الريزم رقم بنحسبه ازاي؟ تعالوا نشوف. لو هو regular risk بقسم 300 على عدد على number of large square، يعني اللي موجودة ما بين اتنين R، بقسم 300 على عدد المربعات الكبيرة ما بين الاتنين R. شفتوا الريجولار ريزم اللي احنا طلعناه كان المسافة ما بين الار تو R اربعة، فانا كده هقسم 300 على الاربعة تمام. كده هيطلع لي الريت اقسم 300 على الاربعة او 1500 على عدد المربعات الصغيرة. طب عدد المربعات الصغيرة ازاي هعرفها؟ انا عندي دلوقتي الار تو R اربع مربعات كبيرة، يبقى جواهم كم مربع صغير؟ كل مربع كبير جواه خمس مربعات صغيرين، يبقى الاربع مربعات الكبار في مربع بخمسة بعشرين، عشرين. يبقى انا هقسم 1500 على 20، يا 300 على كام؟ على اربعة، هيطلعوا نفس الرقم اللي هو 75 يعني. يبقى دلوقتي لو جبت الرزم وطلع ريجولر هجيب الريت برقم. الرقم بحسبه ازاي؟ بقسم 300 على عدد المربعات الكبيرة ما بين الار تو ار،
أو 1500 على عدد المربعات الصغيرة ما بين الآر والآر برضو. تمام؟ طيب ليه رقم 300 ده بالذات؟ مش أنا لما باجي أحسب الهارت ريت وبشوف مثلا نبضات وكده بحسبها بعدها في الدقيقة، ف300 ده 300 مربع كبير أو 500 مربع أو 1500 مربع صغير، ده يعادل دقيقة. لو جيتوا حسبتوه احنا قلنا المربع الكبير فيه كام؟ في 2 من 10 ثانية، 2 من 10 ثانية. تمام، 2 من 10 ثانية. لو شفت يعني في 300 مربع يعني هتلاقي جايب، بسم الله، احنا عندنا 300 نقسمه على عدد المربعات الكبيرة، 300 دول بيعادل ثانية، لأن المربع الكبير الواحد 2 من 10. فلما تيجي اضرب بقى 300 في 2 من 10 تطلع لك 60 ثانية اللي هي دقيقة. برضو 1000 بقى و500 نفس القصة بقى، لو ضربتها في كام؟ في 4 من 100 يطلع نفس القصة برضو. يبقى دلوقتي انا بجيب الرسم لو هو ريجولر هجيب الريت 300 على عدد المربعات الكبيرة ما بين الار تو ار، او 1500 على عدد المربعات الصغيرة ما بين الار تو ار. طيب لو الرسم الريجولر زي ما جبناه، شوية مربعين ونص، شوية 3 مربعات، شوية مش عارف، لو الار تو ار فاريبل يعني فهو الريجولار رسم، فانا بجيب ازاي بقى؟ بعد 4 مربعات كبيره، بعد قصدي 30 مربع كبير، مش ايه، استنى استنى استنى، بفرد الورقه لحد ما ايه، بعد 30 مربع كبير واشوف في ال 30 مربع دول واقع فيهم كام ار ويف. ماشي، ولنفترض مثلا لقيت في ال 30 مربع كبير دول واقع فيهم 10 ويفز، 10 كيو ار اس، 10 ويفز، هضرب ال10 في 10 ماشي يطلع ب100، طالع فيهم 7 ويف يبقى هضرب ال7 في 10 70، يبقى الريت 70. طالع فيهم 8 ويف هضرب ال8 في 10 ب80، وهكذا. يبقى لو الرزم الريجولار يبقى الريت هحسبه ازاي؟ هعد 30 مربع كبير شوف واقع فيهم كام ار ويف واضربها في 10. نقول تاني عشان هي ايه الصياغه هنا وانا بكتب اتعكست. يبقى انا هشوف عدد الار ويف في 30 مربع كبير واضربهم في 10. كده خلصت الريت والرزم. الرزم شفت ريجولار والريجولار، والريت بيبقى رقم على حسب الرزم. لو ريجولر بقسم 300 على عدد المربعات الكبيرة ما بين الار تو ار، او 1500 على عدد المربعات الصغيرة ما بين الار تو ار. لو الريجولر بجي بعد 30 مربع كبير اشوف وقع فيهم كام ار ويف واضرب عدد الار ويف ده في 10. خلصنا مين؟ خلصنا الويفز والسيجمنت والانترفال والريت والرزم. نخش على مين؟ على الاكسس. قلنا الكاردياك اكسس، النورمال كاردياك اكسس ايه؟ داون وورد فورورد تو ذا ليفت، ما بين مين ومين؟ هو اللي هو ماشي في اتجاه ايه؟ الليد 2، بس هو واقع ما بين مين ومين؟ ما بين ليد 1، افتكروا الرسمه، واي في اف، ده النورمال رينج بتاع الكاردياك اكسس، في 1 عند زاويه 0 وفي اف عند زاويه 90. تمام؟ تعالوا، هو كده احنا اول معلومه بنقولها لما يجي يقول لك ازاي، ايه الليدز اللي بتعرف فيها الاكسس بتاعك، كاردياك اكسس بتاعك على الاي سي جي، بعرفه من ليد 2، من ليد 1 واي في اف، بعرفه من ليد 1 واي في اف. لو في ليد 1 واي في اف الكومبلكس بوزيتيف، اهو بوزيتيف وبوزيتيف، يبقى ده نورمال اكسس لانه واقع ما بين الزاويه 0 ل 90. ولو هو نيجاتيف في ليد 1، لو هو نيجاتيف في ليد 1 وبوزيتيف في اي في اف، يبقى ده رايت اكسس ديفيشن. رايت هما بيقولوا لك ايه بقى، كان في الكورس اللي انا كنت فيه، لو بيسلموا على، لو الموجات بتسلم على بعض، احنا بنسلم على بعض باليمين، بيسلموا على بعض يعني ايه؟ يعني بوزهم في بوز بعض كده كده وكده، اهي بوزهم في بوز بعض، بوزهم في بوز بعض، ما بتتحققش الا امتى؟ الا لما يكون ليد واحد نيجاتيف وليد واي في اف بوزيتيف، فكده البوزين في بعض فكانهم بيسلموا، عايزين يسلموا على بعض، فاحنا بنسلم على بعض باليمين، يبقى رايت اكسس ديفيشن. انما لو مخاصمين بعض كده، دي مخاصمين بعض كده، يبقى ده ليفت اكسس ديفيشن، يبقى باصين لبعض
بيسلموا على بعض رايت اكسس ديفيش، مخاصمين بعض ليفت اكسس ديفيش، مخاصمين بعض يعني ايه؟ يعني بوزيتيف في ليد واحد ونيجاتيف في اي في اف. طيب لو الاتنين نيجاتيف يبقى ده نورث ويست، ودي حالة نادرة جدا. تمام، نقول تاني نورمال اكسس ديفيشن هيكون في ليد واحد، احنا بنشوف الاكسس ديفيشن في ليد واحد واي في اف. لو الاتنين بوزيتيف نورمال، لو الاتنين بوزيتيف نورمال، لو الاتنين نيجاتيف فدي حالة متطرفة قوي ومش بتحصل كتير. لو بيسلموا على بعض فاحنا بنسلم باليمين، لو مخاصبين بعض فده بيحصل بالشمال. تمام، واحفظوا بقى عادي الزوايا، في النورمال اكسس اكيد من 0 ل 90، في الرايت اكسس ديفيشن خلي الزاويه اتجاه الرايت كده، يعني هيكون من موجب من 90 ل 180. لو ليفت اكسس ديفيشن هيبقى من 0 لماينس 90 اهي فوق، وهو المفروض ايه؟ المفروض هنا 0 وهنا 90 وهنا 180 وهنا ناقص 90 اللي هي 360، واحسب بقى. بس هو بيتعاملوا مع الارقام دي 0 و90 و180 وماينس 90. يبقى كده يا ولاد خلصنا الويفز والسيجمنت والانترفال وريت ويفز ما خدناهم سوا، واكسس في سلايد منفصله كده. هناخد الدايجنوزس وهنمشي فيها شويه. الدايجنوزس اللي بقى الابنورماليتي، يلا بينا. هناخد 6 ابنورماليتيز، بندل برانش بلوك وفنتريكولار انلارجمنت مع بعض. وليه هتعملهم مع بعض؟ عملهم مع بعض لان احنا هنشوفهم وهندور عليهم في نفس في ليدز واحده، اللي هما ايه اللي هي الليدز دي؟ في واحد وفي اتنين وفي خمسة وفي ست، بندور عليهم في الشيست ليد دول، في واحد واتنين وفي خمسة وستة، في واحد واتنين الرايت وفي خمسة وستة الليفت، لان احنا عندنا رايت باندل برانش بلوك وليفت باندل برانش بلوك، وعندنا رايت فينتريكولا انلارجمنت وليفت فينتريكولا انلارجمنت، فاحنا بندور عليهم في نفس الليدز يعني. فنمسح الحته دي. المايوكارديا الاسكيميا والمايوكارديا الانفاركشن عاملاهم برضو بلون واحد، لان اصلا المايوكارديا الاسكيميا جزء من المايوكارديا الانفاركشن، لان المايوكارديا الانفاركشن عشان يحصل لازم بيكون مر بالاسكيميا، برضو طريقه البحث عنهم واحده، بندور عليهم في وول وول. وول وول يعني ايه؟ يعني بدور عليهم في كل الليدز بتاع الانفيرور وول، يا اما في كل الليدز بتاع الانتيرور وول، يا اما في كل الليدز وول وول. تمام، الاريزميا بقى هناخد حاجه بطيئه وحاجه سريعه، هارت بلوك اللي فيه التوصيل بطيء شويه، وتاكي كارديا اللي فيه التوصيل سريع، يعني حاجه ريليتد للتوصيل. اريزميا الريزم اختلف بقى دلوقتي ايه؟ هناخد 6 ابنورمالتيز. وطبعا يا ولاد الاي سي جي ده انا واخداه في كورس 33 فيديو، مدة الفيديو اقل واحد 50 دقيقة، اكبر واحد 1 ساعة و3. فازاي هو اصلا يعني انتوا واخدين قشور القشور 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 في الاي سي جي، لدرجة قشور تخليكم مش عارفين مين بيودي على فين. فقدر المستطاع بحاول اربط لكم قدر المستطاع. فدلوقتي هناخد 6 ابنورماليتيز، اتنينات مع بعض، باندل برانش بلوك وفنتريكول انلارجمنت مع بعض عشان هندور عليهم في نفس الليدز، مايوكارديال الاسكيميا ومايوكارديال انفاركشن عشان هيدور عليهم في نفس الوول، وكمان ده جزء الاسكيميا جزء من الام اي. الاريزميا حاجه ليها علاقه بالرزق، يا اما بطيء هارت بلوك يا اما تاكي كارديا. فبسم الله نبدا الباندل برانش بلوك. الاول احنا قلنا ان الامبلس تخرج من الاس اي نود تروح للاي في نود للباندل اوفيس، وبعدين للرايت والليفت باندل برانش. تمام، ثم بقى البركنج فايبر وهكذا. دلوقتي انا عندي باندل برانش بلوك، يعني الباندلز دي اللي رايحه للرايت والليفت فينتركل حصل فيها بلوك اتقطعت، ماشي، حصل فيها في الباندلز دي اسكيمي اي سبب حصل فيها، بس التوصيل فيها انقطع. اول معلومه هناخدها الاول في الباندل برانش بلوك ان انا بدور عليها في في واحد وفي اتنين وفي خمسة وفي ستة. تمام، بدور عليهم هنا، وانا عندي باندل برانش بلوك في منه يا اما ليفت يا اما رايت. تمام، احفظوا بعينيكم دلوقتي وهقول لكم الاكسبلانيشن، اللي عايز يسمع التفسير يسمعه، واللي مش عايز يسمعه يعمل له سكيب، هو مش عندكم. الليفت اكسس الليفت باندل برانش بلوك بيكون شكله عامل ازاي؟ ار اس في في واحد، بصوا في في واحد هيكون ار اس، الويف هيكون ار اس، وفي ستة هلاقي ار نوتشد ار كده، نوتشد ار او متسمى الار. يعني بيقول لك ايه؟ ان هو في في واحد هتكون في في واحد، يعني بيقولك ان في واحد هتلاقيها نيجاتيف وفي ستة تبقى بوزيتيف كده، ده عشان عينك تحفظها في شكل سريع كده.
وفي رواية اكسس ديفيشن بقى، في رواية بندل برانش بلوك، دي واحد هتبقى ار اس ار داش. قلت لكم اهي المعلومات دي احفظوها، اهي ار اس ار داش، والتي تي ويف مقلوبة ار اس ار داش. بصوا ملكوش علاقة بالتي ويف، ما تبصوش عليها دلوقتي، ما تشغلوش عينكم بيها، ركزوا في الكومبلكس، ركزوا في الكومبلكس اللي متسمي، ركزوا في الكومبلكس اللي متسمي ده. في الليفت، في الليفت واحد تحت، في 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 واحد نيجاتيف وفي ستة بوزيتيف، ماشي. في الرايت ار اس ار داش، ار اس ار داش، والار داش بتكون وايد يعني ايه واسعة، والكيو ار اس برضو بتبقى الويف الكومبلكس واسع. بصوا احنا قايلين المعلومة اللي انتوا ما ينفعش تنسوها، ان البند البرانش بلوك انا بدور عليه في في واحد وفي اتنين وفي خمسة وفي ستة، دي اول معلومة. اكتب لكم الكلام تاني، اول معلومة ان انا هدور عليه هنا. تاني معلومة ان ال كيو ار اس كومبلكس وايدز، عرضه يكون اكتر من اتنين ونص، عرضه يكون اكتر، عرض الكومبلكس اكتر من اتنين ونص، لان النورمال اتنين ونص. ليه عرضه بيكون اكتر من اتنين ونص؟ لان دلوقتي انا حصل عندي مشكلة في التوصيل في الفنتر كده، فكده التوصيل هيبقى بطيء، فالبطء ده هيخلي هيخليه ياخد وقت. فتاني ميزة في البند البرانش بلوك بعرفه بيها ان ال كيو ار اس كومبلكس لازم يبقى وايد، لازم يبقى وايد. وايد يعني ايه؟ يعني اكبر من اتنين ونص. انا عندي رايت باند البرانش بلوك وليفت باند البرانش بلوك، تمام. بعرفهم ازاي؟ اعرفهم بعناية. عناية بتقولي ايه؟ بتقولي ان في الفي واحد هلاقي الكومبلكس كده نيجاتيف، وفي ستة هلاقيه بوزيتيف، ممكن تلاقيه تلاقيه بوزيتيف، يا اما ممكن تبقى نوتشد بقى، او مش نوتشد، مش لازم يعني في يعني في حفرة كده في النص، او لا مش لازم. في الرايت هلاقي في واحد ار اس ار داش، اهي مش قلت لكم اهم حاجه تحفظوا القرايه ار اس ار داش. عموما انت جيت لو جيت حسبت كيو ار اس كومبلكس وايدز هتلاقي اكتر من 2.5، سواء هنا ار اس هنا او الار هنا او الار اس ار داش هنا او الكيو ار اس هنا، كلهم اكبر من 2.5. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى اشوف هي رايت ولا ليفت. لو في في واحد نيجاتيف وفي ستة بوزيتيف يبقى ليفت، ولو ار اس ار داش ار اس ار داش في في واحد وكيو ار اس كومبلكس في في ستة، بس الاس هنا، الاس هنا دي اسمها سليرد اس، سليرد لانها بطيئة واسعة قوي، عاملة كده كده ماشي وكده ار اس ار كيو ار اس اسمها سليرد اس. يبقى السليرد اس مع مين؟ مع الرايت باند البرانش بلوك. سليرد اس مع الرايت باند البرانش بلوك، تمام تمام هعيدها لكم تاني. دلوقتي يا ولاد انا بدور على البند البرانش بلوك في في واحد واتنين وفي خمسة وستة، اللي هي شيست ليد يعني. تاني معلومة، اول حاجة يعني تقع عليها ان الكيو ار اس كومبلكس لازم يبقى وايز. بعد كده اشوف هي ليفت ولا رايت. والله لو ليفت يبقى هلاقي واحدة مقلوبة نيجاتيف في في واحد نيجاتيف وفي ستة بوزيتيف، هي بتبقاش بالشكل اللي احنا بنقوله ده، بس انا هفسرها لكل اللي حابب يعرف، لان ممكن شكلها يتغير عن كده شوية وما تعرفهاش. هنا بقى في الرايت انا لقيت الوايت كيو، وايت كيو ار اس كومبلكس، بس في الفي واحد هلاقيها ار اس ار داش، وفي الفي ستة كيو ار اس، والاس هنا اسمها سلرد اس. رسم بقى وتوضيح، واللي عايز يعملها سكيب يعملها سكيب. دلوقتي انا عندي رسم الهارت اهو، هنا رايت ماشي، وهنا ليفت، وهنا الاس اي نود بتخرج بقى الاس اي نود، وبتخرج بقى الامبلس للاي في نود، ثم الباند الاوفاس، ثم للرايت والليفت باند. ولكن هنا الليفت باند الايه مقطوع اهو، تمام مقطوع. يبقى التوصيل هيبقى ازاي؟ احنا قلنا الاول ال انا بدور على الكيو ار اس كومبلكس على الباند البرانش بلوك في انهي ليدز، في ليد ليد في في خمسة وستة وفي واحد واتنين، في واحد واتنين. دلوقتي انا عندي التوصيل هيمشي ازاي؟ هيمشي ازاي في الفنتريكل؟ هيروح هيمشي الاول في السبتم، تمام الشمال اهو، استنى اجيب بس لون خامس. هيمشي في السبتم الاول، ادي ده واحد، وبعدين هيمشي في الليفت سايد،
هو المفروض نورمالي بيمشي في الليفت والرايت سايد مع بعض، بس دلوقتي هو يمشي في الليفت سايد الاول وبعدين الرايت سايد، بس يمشي ببطء في الرايت سايد، عامله العلامه دي عشان يبقى بطيء. تعالوا بقى كده نرسم بالنسبه لفي 5 و6، بالنسبه لفي 5 و6 الدنيا هتمشي ازاي. تعالوا بص هنرسم بالظبط نفس اللي احنا بنقوله. اول حاجه كهربا هتمشي في اول في السبتم، السبتم الكهرباء ماشيه فيه ازاي؟ ماشيه فيه من الشمال لليمين، من الشمال لليمين، يعني بتبعد عن الفي 5 وفي 6 ولا لا؟ بتبعد. يبقى انا هرسمها ازاي؟ نيجاتيف انا هرسمها ازاي؟ نيجاتيف ويف، تمام. ثم الكهرباء هتمشي في الليفت فنتريكل، يعني هيبقى اتجاهها كده اللي هو اتجاه في 5 وفي 6، يعني بوزيتيف ويف، ما دام نفس الاتجاه انت بتقرب من الليد يبقى لازم الكهرباء تبقى بص انت بتقرب له. ثم هتمشي ببطء في الرايت وول اوف ذا فنتريكل، تمشي ببطء وبعيده عن في 5 وفي 6، يعني نيجاتيف ويف تبقى كده بشكل بطيء كمان. بطيء ازاي؟ يعني تبقى واسعه. فبقى عندي ايه؟ بطيء يعني سليرد اس. فبقى عندي ايه؟ اول نيجاتيف ويف بتقابلني اسمها ايه؟ تعالوا نسميه بقى الكومبلكس ده. اول نيجاتيف ويف بتقابلني بسميها الكيو ويف، تاني بوزيتيف ويف بتقابلني في الكومبل واول بوزيتيف ويف بتقابلني ار، واول نيجاتيف بعد الار هي اس، فكده كيو ار اس، بس الاس هنا سليرد اس. عرفتوا ليه كيو ار اس بتظهر في في 5 وفي 6؟ تعالوا نرسم في اللي هي في 1 وفي 2. في اللي في 1 وفي 2 هتترسم ازاي؟ اول حاجه الكهرباء هتمشي في السبتة، يعني من الليفت للرايت، من الليفت للرايت يعني من الشمال لليمين اللي هي في اتجاه في واحد، مادام في اتجاه في واحد يبقى بوزيتيف ويف. ثم هتمشي في الليفت فنتركل، يعني هتبعد عن في واحد وفي اتنين، يعني نرسم نيجاتيف ويف. ثم هتمشي ببطء فين؟ في الرايت وول. الرايت وول اتجاه كهربته فين؟ اتجاه كهربته في اتجاه الفي واحد وفي اتنين، يعني هرسمها بس واسعة أشكر. فبقت عندي ازاي؟ أول أسميها بقى أول بوزيتيف ويف بتقابلني اسمها ايه؟ أول بوزيتيف ويف اسمها ار، وأول نيجاتيف ويف بعد الار اس، وأول بوزيتيف أول بوزيتيف بعد النيجاتيف ار. يلا أول بوزيتيف ويف قلنا الار، وأول نيجاتيف بعد البوزيتيف ار هي الاس، واول بوزيتيف بعد الاس هي ار داش. عشان كده في واحد واتنين تبقى اسمها ار اس ار داش، تمام. لو رحنا رجعنا للرسم الاصل للصوره الاصليه في الرايت بوند ده، احنا هنا كده في الرايت بوند البرانش بلوك اهو يا ولاد، في واحد فيها ار اس ار داش احنا رسمناها اخر واحده، وفي ستة فيها كيو ار اس، وهنا الاس سلير. نفس اللي شرحناه بالظبط ولا مش نفسه؟ نفسه. يبقى اللي عايز يسمع التفسير يسمعه، مش عايز يسمعه يعمل سكيب.